على أرضية الميدان. إذا طبعا المباراة بعناوين مختلفة اليوم، التشويق، الإثارة. عصام، لابد على النادي الصفاقسي أن يسجل الآن في المباراة. أكيد وصلنا ل 20 دقيقة لعب، نعتقد نادي الرياضي الصفاقسي في حذاري. هذه خطيرة العملية لنادي البولدية، التوزيع ومن حسن الحظ الكرة كانت فوق المرمى. عملية خطيرة عكس الهجوم لنادي البولدية بعد تنفيذ المخالفة، والكرة فوق المرمى من اللاعب سامي الفريوي. شوفوا يعني امتلاك الكرة في وسط الميدان، والفنيات بالنسبة للفريق الجزائري تخلط الكرة لبلال بن ساحة، يبدل اتجاه الكرة على اليمين، وخطيرة العملية داخل مناطق الجزاء. الفريوي ومرة أخرى ممتاز أيمن تحمان، ممتاز أمام سامي الفريوي. حذاري من فريق المولدية اللي كشر عن أنيابه الآن، يعني بعد ما خلى ربما البداية للنادي الصفاقسي شيئا فشيئا رجع في المباراة فريق المولدية. شفتوا العملية الصفاقسي اللي بدأ مسيرته كذلك بهذه الألوان عندما كان اسمه النادي التونسي من 1928 ل 1962. هذا هجوم للفريق الجزائري مرة أخرى. عبد النور، نتيجة ما زالت متعادلة دون أهداف في هذا اللقاء والإنذار ضد اللاعب الجزائري بلال بن ساحة. بلال بن ساحة واحد من نجوم الفريق أمامكم على الصورة، يعرف أجواء البطولة التونسية من خلال تجربة مع الترسة والدفاع بالنسبة لفريق المولدية. تقريبا 10 ملاعبية حتى بالنجم تكتشفوهم حتى بالصورة موجودين في المناطق نتاعهم، 10 ثم تمركز دفاعي كبير ياسر، والكرة عند محمد دوسولا يتمكن من التوزيع يدو بعيدة فوق الجزاء، يخرج بالكرة يرجع لزكريا المنصوري، يسدد المنصوري وكادت تغلط الحارس، لكن اتجاه الكرة كان خارج الميدان لأنه عمل المراوغة. سولا في الإعادة يتخلص من المدافع وليد القروي، يلعب مع سولا، يعمل المراوغة ممتازة، يسدد أو يعطي الباس الحقيقة لفراس. عنده يعني مدة ما شفناش الفريق الجزائري على مستوى الهجوم، صحيح كان خطير في بعض الفترات خاصة عصام مع منتصف الشوط، لكن تقريبا الآن يعني في الربع ساعة الأخير ما شاهدناش فريق المولدية على مستوى الهجوم، وهذا مؤشر طيب. زوج دقائق كوقت مبرر يضيف الحكم بالنسبة للشوط الأول. صحيح معناتها هو زوج دقائق شوية راهو، لأنه شفنا تغيير، شفنا إصابات، شفنا الحارس مرمى كيفاش ضيع برشا وقت، لكن كما قلت حافظ أنه الفريق الجزائري أصبح متحفظ أكثر، لأنه في نهاية الشوط الأول يحب يكمل معناتها 0-0، هذا سي ليجيتيم معناتها. بالفعل إذا تحفظ الفريق الجزائري وانتشاره على مستوى وسط الميدان والدفاع، والكرة ما زلت خطيرة، يخرج وضرب الجزاء، ضرب الجزاء لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. عملية خطيرة جدا تتوج بضرب الجزاء، والفرصة الآن مواتية للنادي الصفاقسي لأخذ الفارق وأخذ الأسبقية. في الفترة الأولى شوفوا الإعادة، كرة كانت أمام شوار، يخرج الحارس ولكن دون ارتكاب المخالفة، ياخذها كيك سيدو واللي هو ارتكب عليه المخالفة وتحصل على ضرب الجزاء، يعلن عليها الحكم بكري كسبا. كان قريب جدا من العملية وضربة الجزاء، الفرصة قلت مواتية جدا للنادي الصفاقسي لافتتاح النتيجة. شوفوا الإعادة مرة أخرى وشوفوا المخالفة اللي ارتكبت على كينغسلي إيدو، إذا ضربة جزاء للنادي الرياضي الصفاقسي، وطبعا أمامكم كينغسلي إيدو لوجه مع عواد بوتاغا. الفرصة متاحة لفريق عاصمة الجنوب لافتتاح النتيجة في هذه المباراة، هدف باش يكون عنده يعني أهمية كبيرة قبل الدخول إلى حجرات الملابس. في رسوات والهدف الأول، الهدف الأول لصالح النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق هداف الفريق في رسوات، يتمكن من مغالطة الحارس عواد بوتاغا ويفتتح النتيجة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي مع نهاية الشوط الأول. قلت هدف باش يكون عنده يعني قيمة كبيرة للنادي الصفاقسي، أكيد باش يعطي دفعة لكل اللاعبين قبل الدخول إلى حجرات الملابس. هدف النادي الصفاقسي يضيف الهدف الخامس في رابطة أبطال إفريقيا
والهدف رقم 11 في رصيده في كل المسابقات هذا الموسم. وحكم نوعا ما الفترات اللي سيطر فيها من الفرص بعض الفرص اللي جاوا هدف عنده معناتها دافع معنوي جديد. تدخل في الشوط الثاني وانت منتصر هدف مقابل صفر وتلوج على هدف وحيد لتعديل النتيجه اسهل برشا من انك تدخل تلوج على لازم تسجل جزء اهداف باش تعدل النتيجه. دونك نادي الرياضي الصفاقسي نعتقد في بعض التغييرات اللي صاروا خاصة على المستوى الهجومي نادي الرياضي الصفاقسي حقق المطلوب سجل هدف. ان شاء الله الشوط الثاني يفرض سيطرة اكبر لكن حذاري لانه الضغط مش يكبر على اللاعبين. المدرب نبيل الغيس ولا يجي الحكم بكري قسمة باش ينظر بالفعل اذا المدرب يعني كأس رابطة الابطال هذه ركنية لنادي مولدية الجزائر. الركنية على يمين الحارس ايمن دحمان ننتظر التنفيذ من بالخير. لا بالخير موجود في منطقة الجزاء اذا تنفيذ الركنية تتلعب الكرة الراسية جانبية ويأخذها محمد سولا. محمد سولا ممتاز على الجهة اليسرى يعمل المراوغة الأولى والثانية. سولا يسدد سولا والكرة تخرج ركنية. محمد سولا يراوغ باليسار ويسدد باليمين ولكن الكرة تضرب في الدفاع. إذا الركنية لصالح النادي الصفاقسي على يمين الحارس بوتاكا. ممتاز محمد سولا قلت شوف كيفاش عمل يعني عبد الرحمن بوردي ويدخل عبد الحق عبد الحفيظ. قلت لاعب اصيب في المقابلة هذا منكم عبد الرحمن بوردي. ويدخل اللاعب رقم 9 عبد الحق عبد الحفيظ. ترجع الكرة اذا بمخالفة للنادي الرياضي الصفاقسي. اشرف الحباسي يرفع الكرة الهدف الثاني لا تضيع الكرة الراسية ممتازة وتعلق الحارس عواد بوتاكا يرجع الكرة. تو شوفوا الإعادة من الكرة ثابتة كادت تأتي بالجديد. شوفوا أشرف الحباسي يرفع الكرة والراسية من المدافع على أغرام بالخير يتمكن من التوزيع. ثم اللاعب اللي دخل منذ قليل عبد الحق عبد الحفيظ في المتابعة يتمكن باش ياخذ الكره يعطيها لبلال بن ساحه. مازال الهجوم متواصل لصالح الفريق الجزائري. افتكاك الكره وايدو يعطي كره للحباسي ترجع امام ايدو يحاول يدخل بالكره. ايدو مازال محافظ عليها داخل منطقه الجزاء لكن ما يعطيش كره صحيحه لاشرف الحباسي. يعاود ياخذها حباسي يسدد حباسي حباسي والكره تتعدى جانبيه بقليل. الكره تتعدى بجانب القائم الايمن للحارس عواد بوتاكا وثم فنيات كبيره ياسر من اشرف الحباسي في يعني تسديد هذه الكره وثم لمس باش تكون اكثر اثاره. الربع ساعه الاخير تخرج الى التماس ولا التغيير كذلك بالنسبه للفريق الجزائري. يدخل ميلودا الربيعي مكان سامي الفريوي من علاء غرام ثم التوزيعه من نور الزمان. نور الزمان يوزع الترويض وتسديده جانبيه. الترويض كان من كينغ سلايدو لصالح النادي الصفاقسي. 4 دقائق كوقت بديل في هذا الشوط الثاني. 4 دقائق يضيف من الحكم بكري قسمة. نبداو نحسبوا من الان ذاك دقيقة 90 يلعب الكل في الكل. ترجع الكرة بالتماس والهجوم المعاكس لفريق المولدية. هذاري تخريج الكرة بالخير يعمل المراوغة ممتاز الحارس مرة أخرى أيمن دحمان يتألق دحمان مرة أخرى يعني حارس ابرز كل امكانياته بكل صراحه في هذه الكره. الكره القصيره لاشرف الحباسي يرجع من جديد الهجوم المعاكس حذاري لانه ثم مدافع برك وحيد مع بن ساحه. لابد من افتكاك الكره قبل الدخول الى منطقه الجزاء والتمريره والتسديده والكره تمر جانبيه. هذه هي بطبيعه واضحه اصبحت الان نادي الصفاقسي يلعب الكل في الكل سعد بكل لاعبيه الى الامام وعند افتكاك الكره بالطبيعه الفريق الجزائري قلت عنده الامكانيات الفنيه واللاعبين الماهرين باش يجموا يصنعوا الخطر. ثم ياخذها الجويني يعمل التوزيع الجويني ولكن بعيده الكره بعيده خارج الميدان تخرج ضربه مرمى. وفي هذه الاونه بالضبط مشاهدينا الكرام على القناه الوطنيه الثانيه يعلن الحكم بكري قسماء عن نهايه هذه المباراه بكل اسف طبعا وانتصار النادي الصفاقسي هدف مقابل صفر لكن هذا الهدف غير كافي
لقطع ورقة العبور إلى دور المجموعات لكأس رابطة الأبطال لهذا الموسم، لأنه النادي الصفاقسي يعني كان منهزم بهدفين مقابل صفر. نتيجة صحيح كانت صعبة جدا في مقابلات الذهاب، النادي الصفاقسي وقتها ما قدمش مباراة طيبة بكل صراحة، لا من الناحية الدفاعية ولا من الناحية الهجومية، لكن اليوم المباراة كانت أفضل بكثير، ولكن النادي الصفاقسي ما تمكن إلا من تسجيل هدف واحد عن طريق ضربة جزاء سجلها في رأس شوات ونفذها بنجاح مع نهاية الشوط الأول دقيقة 45 زائد 2. إذن تبقى النتيجة كما هي، هدف مقابل صفر، رغم محاولات الشوط الثاني تألق الحارس بوتاغا في مرحلة أولى ما خلاش النادي الصفاقسي يسجل أهداف أخرى، وكذلك تألق الحارس أيمن دحمان اللي خلى فريقه في المباراة إلى آخر لحظة. عصام بإيجاز يعني كيفاش شفت